في اللغة العربية هي la langue support de l'apprentissage, le français et l'anglais. C'est une école trilingue qui n'a rien à envier aux établissements français. على خاطر الصغيرات ملي يدخلوا المكتب، سيتادير من السنة التحضيرية، وهما يعملوا في الفرنسي، اي سي كازيمون لا ميم شوز، معناتها لو فوليوم اوغيغ هو بيدو في العربية وفي في الفرنسي. يعني المواطن ما كانش يحس روحه متضرر، وهو يقيد في ما في ولده في منظومة تعليمية دولية، داكور، ايتاتيك. احرص صديقي على ان يكون جسمك نظيفا، فصحة البدن في نظافته. ارجو ان تقضوا يوما سعيدا مباركا. It's important to know that your mind can be sound only when your body is healthy. So don't forget to take care of your health. اللي مستوى تلامذته يعني له، واللي هو يعتبر فشل متاعهم هو الفشل متاعه. بحرف جر. يجر. اتصل طبيب باسمك. ويجر. اتصل طبيب بحرف جر. سيدتي السادة الأربعة، من هي الشخصية المعنية أكثر بالمشكلة؟ سيدي تجنبوا هذه الإجابات. سيدي نجل هند بالعكس هي قاعدة تستخطب وقاعدة تلامذة يزيدوا فيها من عام إلى آخر، ما ثماش نقص في التلامذة. أنا كل عام يعني نسجل ازدياد في عدد التلامذة اللي جايين من التعليم، بالعكس احنا عندنا هجرة معاكسة، يعني من التعليم الخاص قاعدين يرجعونا، وقاعد العدد يزداد يسرع. عندنا مشكلة متاع فضاءات، عندنا مشكلة متاع اكتظاظ متاع فضاءات. 10 التعليم الخاص يدرس به، اما من استوفى اموره خرج روتريت، خرج يعني للتقاعد في المدارس العموميه، او انه مازال ما لقاش حظه باش يدخل في المدرسه العموميه. يعني هو مازال اما انه ما تكونش ومازال ما خذاش حظه يعني في التجربه في على مستوى المدرسه العموميه، او انه يعني ما عادش ينجم يعطي اكثر من اللي اعطاه، يمشي الغادي للتعليم الخاص، يقبلوه يخلصوه بطريقتهم. يعني راهو ثم مشكلة يلزمنا نفيقوا بها، راهو التعليم العمومي يبقى هو أبو التعليم في تونس، يبقى هو الحاضنة للجميع، ويبقى هو يعني المراقب بدرجة يعني عالية، مراقب من مصالح وزارة التربية، مراقب من يعني حتى من نقول احنا من المجتمع المدني، مراقب من الجميع، فهمتني؟ لا ثم مش يحكي ما ثماش حسبة نتاع فلوس في الوسط، ثم كل شيء إلا يعني الحساب الموجود كله هو حساب المستوى وانتهى، ما ثماش حاجة أخرى.